عواقب خطيرة بانتظار الأنظمة العربية في حال أحجمت عن الوقوف ضد إسرائيل في حربها على غزة. الكاتب البريطاني الشهير ديفيد هيرست حذر من السخط المتزايد لشعوب السعودية ومصر والأردن والعراق بسبب مواقف زعمائها المتخاذلة والمتواطئة مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مرجحاً انفجار غضبها في نهاية المطاف. استشهاد عشرات الآلاف من سكان غزة والدمار الهائل للأبنية والمعاناة الإنسانية التي يعيشها المدنيون والمستويات العالية من انعدام الأمن الغذائي والتي بلغت 90% تثير غضب العرب على أنظمتهم التي لا تحرك ساكنة تجاه الظروف الكارثية لسكان القطاع. ظلم الدم العربي الخير، ظلم الدم العربي الخير، يسقط أي رئيس، يسقط أي رئيس. من أسباب سخط الشعوب العربية أن داعمي أنظمتها من الدول الغربية كالولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا يقفون بشكل مباشر مع الآلة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي التي تمارس الإبادة في أجلى صورها. أنظمة عربية كالنظام المصري تلعب دوراً هاماً في حصار غزة وقطع موارد الحياة عن سكانها المنكوبين، وبينها وبين إسرائيل أهداف مشتركة كنزع سلاح غزة والقضاء على مقاتليها. إذا كان السيسي صادقاً بشأن عدم السماح لإسرائيل بتطهير غزة عرقية، فمن واجبه مساعدة الفلسطينيين على البقاء في أراضيهم الممزقة، كما يتعين عليه تأمين احتياجات غزة الأساسية من الغذاء والماء والدواء. ولكن ذلك لن يحدث بالطبع، لأن ديكتاتوراً مثل السيسي لا يهتم إلا بشيء واحد، هو البقاء. اهتمام الشعوب العربية بالقضية الفلسطينية تنامى بشكل كبير وفق استطلاع حديث للمركز العربي للأبحاث شمل 8000 عربي في 16 دولة. 92% من المشاركين أكدوا أن القضية الفلسطينية هامة لجميع العرب، و90% اعتبروا هجوم 7 أكتوبر مقاومة مشروعة. بحسب هيرست، الفشل المستمر للأنظمة العربية في التصدي لإسرائيل قد يؤدي إلى انفجار شعبي يهدد سلطة واستقرار هذه الأنظمة. لا ينبغي لمستبدي مصر والسعودية والأردن والعراق أن يستمدوا قشة من الراحة، فالغضب يغلي في قلوب شعوبهم وسيطفو على السطح وينفجر في النهاية. أصبحت درجة الغضب أكبر بشكل كبير، وعلى الطغاة أن يحذروا مما يتمنون، فإن إحجامهم العميق عن الوقوف في وجه إسرائيل يمكن أن ينفجر في وجوههم.